فقرتنا الحالية هتكون خاصة بزراعة الأسطح، وكمان هنتكلم على إن احنا نستفيد منها للطعام وللزينة، وهيكون عندنا هذا اللقاء مع دكتور شريف هلال وهو استشاري وخبير زراعي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور شريف. يمكن احنا في البداية دايما بنتكلم إنه الأسطح بنكون عايزين نستغلها بشكل حلو، يكون عندنا مثلا نبات زينة، يكون عندنا أهم يعني الحاجات اللي احنا بنستخدمها في الطعام زي الطماطم، الخيار، الكزبرة الخضراء، البقدونس، الحاجات اللي هي اليومية دي، ده سهل ولا صعب؟ يعني نقدر نقول نوع ممكن نحققه؟ طبعا بداية أنا بشكر حضرتك إن أنا أكون مع حضرتك في اللقاء الجميل ده، يعني وكان ليا شرف قبل كده. يعني طبعا موضوع زراعة الأسطح والاستفادة بالأسطح في بعض الاستخدامات كلو زهور او انتاج نباتات اللي هي نباتات السلطه زي ما بنقول كده، البقدونس والجرجير والكزبره والفلفل والطماطم، كل حاجه دي سهله وبامكانيات بسيطه جدا وبتبقى كويسه جدا جدا في المكان يعني، فده كويس. ممكن جدا يعني كويس. طيب لو انا هزرع مثلا الحاجات اللي انا بستخدمها يوميا مثلا زي حاجات السلطه، أي. الطماطم، الخيار، البقدونس، الجرجير، الحاجات اللي هي زي مثلا الزعتر، الحاجات دي لما بتكون فريش بتدي ريحه كده نفاذه للاكل وبيكون شكلها كمان حلو، لو انا هستخدمها بشكل يومي اكيد هكون مفيده يعني. اكيد طبعا الحاجات دي كل النبات لما يكون فريش وطازه لسه بيدي طبعا نتيجه كويسه جدا، وبيبقى التست بتاعه كويس مع الطعام، فخاصه لما يكون بقى مزروع عند حضرتك وانت زارعه بنفسك ومتسمد برضو تسميد كويس وعارفاه وده ايه، مش كيماوي ولا حاجه، وبناخد بقى الجزء اللي احنا محتاجينه على قد كده وبتبقى حاجه كويسه جدا، بيطلع طبق سلطه جميل في كل المكونات من عندنا احنا. طب احنا معانا بعض الصور على الشاشه حاليا، يا ريت لو نتكلم عنها. يمكن انا دايما الاسطح بيهتموا ان يكون في نبات زينه، يكون في زي نوع من يعني ان انا بقعد في مكان بستجم فيه. هو طبعا يعني لو مكان مثلا سطح عمارة مثلا أو سطح فيلا أو سطح بيت، بنقسم جزء مثلا كده للقعدة مثلا كده، بنحط فيه نباتات زينة، نباتات عطرية بتطلع ريحة كويسة زي الياسمين، الفل، مسك الليل، الحاجات دي بتبقى كويسة، وجزء حكي. تاني بنعمله مثلا للخضار والحاجات دي وبتدي شكل جميل. وفي ناس كمان بتزرع على فكرة نباتات فاكهة كمان جوه زي ايه مثلا؟ زي شجره ليمون، يعني لا غنى عن الليمون في البيت على طول. ده حاجه اساسيه. ما بتحتاجش حاجات كتير يعني، في براميل كده اللي ممكن البراميل الزرقاء او بتتبني لها بنايه كده بالطوب او بتتعمل لها صناديق في اثار مخصوصه للزرع كده يعني باقطار معينه. يعني قطر 50 قطر 55، بحيث ان طبعا الجدر نمو النبات بيتناسب مع حجم الجدر يعني. طيب لو انا يعني هحاول ان انا ازرع في الاسطح مثلا حاجات للزينه، حاجات للظل، ان انا يكون المكان مثلا لو في شمس كتيره مثلا ان انا يكون عندي مساحه فيها ظل كويس، كل ده ممكن اعمله بشكل بسيط وغير مكلف. فعلا دي حقيقه. طبعا هو كل نبات طبعا له احتياجات يعني من الضوء معينه. فنباتات الظل غير نباتات الشمس غير النباتات، في نص ونص، نص ظل ونص شمس. فاحنا نختار المكان اللي هنزرع فيه ونختار له النبات اللي يناسبه. يعني نباتات الشمس مثلا الزهور كلها بتبقى عايزه محتاجه شمس. الحاجات ذات الرائحه برضو بتحتاج شمس، انما في مثلا نبات زي البوتس، الدفنباخيا، اليوكا، الدراسيلا دي محتاجه ظل. فبرضو بيبقى في اكيد المساحه بتبقى فيها جزء ظل وجزء شمس، فاحنا نخلي دايما الظل في اماكن الظل والشمس في الشمس. طيب دكتور يعني دلوقتي انا مثلا عايزه ازرع في مكان مش لازم يكون السطح، ممكن يكون بلكونه مثلا كبيره شويه وهاخد ركن منها مثلا ازرع فيه نعناع، بقدونس، ايا كان بقى الحاجات اللي انا بستعملها بشكل يومي وعايزاها تكون فريش، ده ست البيت ممكن تعتني بالنبات ده بشكل بسيط وما يكونش تكلفته عاليه؟ هو طبعا ده يعني دي حاجه بسيطه جدا وما بتحتاجش الا مجهود ولا حاجه خالص. هو كل ما هنالك احنا بنجهز الحاجات الادوات بتاعتنا، اذا كانت مثلا صناديق بلاستيكيه كده بتتزرع فيها مخصوصه للزرع، او صناديق خشبيه حتى لو مفيش امكانيات، او حتى العلب اللي هي بتبقى فارغه بتاعه الجبن والحاجات دي ممكن يتزرع فيها. لان النباتات دي مش محتاجه عمق كبير للجذر، من 10 ل 15 ل 20 سم اكتر حاجه يعني. فاكيد عندنا علب بالطول ده فنحط فيها الطبيب بتاعنا ونزرع، اكيد هتبقى كويسه جدا أكيد. جدا يعني. على العموم احنا نشوف راي الناس في موضوع ان احنا نزرع الاسطح او الاماكن في المنزل، وبعدها نعود نستكمل حوارنا مع الدكتور الشريف هلال. زراعة النباتات وزراعة الأسطح ده شيء كويس جدا، إن الإنسان يحاول إن هو يبقى يخلي في شيء جمالي من الزراعة والكلام من ده موجود على الأسطح، بس بشرط
المحافظة على الأسطح من المياه اللي ممكن تبقى متبقية من الزراعة. زراعة الأسطح دي حاجة جميلة جدا إن احنا بنستفاد بيه كمنظر وكإنتاج وكحاجات جميلة جدا زي النعناع والريحان والحاجات دي بنستفاد منها طبعا. الحاجات دي كلها جميلة طبعا نستفاد بيه كمشروع برضو ككل حاجة مظبوط. زراعة الأسطح حاجة شيء كويس جدا، يا ريت ناس تعمل كده، ده هيوفر كتير أوي لست البيت في كل حاجة، ريح مش ريحان بس، ممكن أي حاجة تانية، ممكن مثلا نعناع، الحاجات البسيطة دي بتفرق. كمان حاجة اسمها أوركانيك، يعني حاجة طبيعية ما فيهاش رش كيماوي. زراعة الأسطح شيء مهم تمام، بتفيدنا كمنظر جمالي وبتفيدنا كتنقية الهواء. زراعة الأسطح بتدي منظر جميل للسطح، منها منظر جميل فوق السطح بيبقى تمام من ناحية الريحة ومن ناحية الشكل الجمالي. زراعة الأسطح حلوة لأنها بتخلي منظر البيت جميل أولا، وسكان البيت بيستفادوا سواء من الشكل الجمالي أو من المادة اللي بيزرعوها نفسهم، سواء زي ما حضرتك قلت النعناع أو الريحان، وفي ناس بتزرع الجرجير والخضروات، وفي ناس بتزرع النخل. ده يعني بمعنى أصح أي حاجة ليها بذور احنا ممكن نرميها في التربة ونستفيد منها تاني. طيب انا كست بيت بقى هجيب البذور دي من عند العطار ولا هروح بقى اشتري بقى سماد والحاجات كتير جدا اللي من المشاتل بتبقى عندها النباتات اللي هي نبات السلطه دي اللي بنقول عليها دي، الجرجير والبقدونس والخس والخيار، الحاجات دي كلها موجوده يعني. حلو. والاسمده بقى يعني في دلوقتي نوع اسمده زي الكومبوست كده، حاجه اسمها الكومبوست. ده في منه نباتي وحيواني، ممكن تجيب منه ده تسميد، يبقى تسميد طبيعي لا فيه كيماوي ولا حاجه خالص، ويدي يعني نتيجه كويسه للنباتات يعني. كويس. المفروض ان انا متوقع ان انا بعد ما بزرع البذره نفسها بستنى قد ايه عشان يبدا النبات ده ينمو؟ مفيش، ده هي 20 يوم بيطلع على طول، بيشتغل على طول على طول. على طول. طيب العنايه بقى بيه ان هو يفضل يعني شكله لونه اخضر، شكله صحي، كل ده العنايه نفسها بتتم ازاي؟ هو يعني كتير جدا بيسهو عن موضوع الري للنبات، لا النباتات ده بيبقى مزروع على الاسطح، فالتيارات الهواء برضو بتطير الميه بسرعه، فالمفروض انه بيتسقي مرتين او ثلاثه في اليوم. ده لو على السطح، لكن لو داخل المنزل مثلا في بلكونه، لو في بلكونه برضو ما برضو يعني يتسقى مثلا مرتين، مش هنقول يعني، وبرضو حسب الوسط اللي مزروع فيه، مزروع في بيتموس ورمل ولا في طمي بلدي. بتفرق بقى ان الطمي البلدي بيحتفظ المياه فتره طويله. ده الافضل. ده الافضل. كويس. وفي خلطه بتعمل لها خلطه رمل وبيتموس وطمي وتخلطوا على بعض وتحطوا بقى يعني وتزرع فيهم النبات، بيبقى كويس جدا جدا يعني. كويس قوي. طب النبات اللذينه اللي ممكن ازرعه في البيت ممكن يكون انهي نوع؟ النبات الزينة كتير جدا، ما بترجع برضو للمكان، المكان مثلا مكان فسيح يعني احنا معانا مثلا صورة على الشاشة حاليا، فلو احنا الظل يعني لو هنتكلم عنها كده، لانه ناس كتير قوي بتعتمد على نبات الظل ان هو بيكون نوع من الديكور، لازم يكون في الظل من اسمه طبعا. خلاص اصبح شيء اساسي دلوقتي في كل بيت نباتات الظل دي اللي هي نبات الزينة دي اللي هي الظل داخل البيت. في منها انواع كتير، في الدراسينا اللي هي الترايكالر او الدراسينا ماسنجر، انواع كتير جدا من الدراسينا اللي عامله زي النخله ديت وبتطلع مفرعه. في برضه نبات البوتس اللي هو اللي بيهدل، في منه المهدل، في بيطلع على ستيك على دعامه، ده في منه العريض وفي منه الورق الصغير. ده برضه من انواع جميله جدا. ايه الافضل؟ لا الاثنين كويسين جدا، بس حسب ديكور البيت يعني. في ناس بيبقوا معلقين مثلا مكرميات ومهدل اللي بقى بشكل جميل قوي، بيبقى شكله في على على ستاند كده، في ناس بتعمل مجاميع، في ناس بتحطها كمان في الحمامات احيانا يعني، في نبات زي الفوجير الحاجات دي برضو بتتحمل نسبه الرطوبه العاليه يعني ميه كتير في المكان، فدي بتبقى كويسه جدا بعض النباتات يعني. والبوتس برضو كزينه كشكل حلو جميل جدا. احنا عاملينه في اماكن كتير جدا يعني. ما شاء الله حلو جدا، كويس جدا. عباد الشمس اللي احنا بنشوفه لونه الحلو ده ممكن نزرعه في البيت ولا صعب؟ هو بس محتاج يكون في شمس، في مكان طيب في شمس، من اسمه الشمس عالية. هو يحب الشمس جدا يعني. دوار الشمس او يعني هو بذر اللب السوري العادي بتاعنا دوت بيتزرع، بس طبعا بنختار بذور نظيفه نقيه يعني ومتعامله معانا كويسه، بنزرعها وبتنمو بسرعه ما شاء الله، يعني ما بتاخدش وقت كبير يعني. طيب احنا اتكلمنا على الزعتر، اتكلمنا على الروزماري، في اللي هو الليمون جراس زي ما احنا كنا بنتكلم اللي هو حشائش الليمون. ده كمان بيدي ريحه حلوه جداً. وصحي جدا للمعده وطعمه كمان حلو، مطارد الحشرات، مطارد للحشرات. طيب يعني انا ممكن ازرعه جنب النبات لو انا عندي مثلا السطح، بحيث ما
مش هشوف النمل. ان دايما اغلب الناس بيبقى عندها مشكله النمل. لا هو ده طارد للحشرات بصفه كويس. عامه وفي نفس الوقت بيدي ريحه كويسه جدا ريحه الليمون اللي هي الناس بتعشقها ديت. وفي نفس الوقت هو برده جدره مش كبير يعني مش هياكل النبات اللي جنبه. أيوة. دايما بنخاف نحط نباتين جنب بعض ان يكون جدرهم كبير يتداخلوا مع بعض. لا ده جذره خفيف ومش هيبقى فيه تداخل يعني فيه. كويس. في نفس الوقت بيدي لون جميل كده اللون الليموني الحلو ده مع الريحه بقى. طيب انا لو عايز اعمل بقى ركن داخل المنزل كده يكون فيه زراعه بعض الخضروات مثلا. أيوة. الفاصوليا مثلا. أيوة. ممكن ازرعها؟ تتزرع عادي. رغم يعني حاليا هي غاليه شويه. فممكن ان انا ازرع الفاصوليا، الحاجات اللي انا بشوفها غاليه ممكن ان انا استبدلها ان انا ازرعها في البيت. فعلا فعلا طبعا هي الحاجات دي احنا بنجهز الاول الحاجات دي بنجهز لها الحاجه بتاعتها ركن معين كده بس اللي كله شمس لان الحاجات دي كلها نباتات شمس تحب الشمس. فما اجيش ازرع مثلا فاصوليا في ظل واقول ده ما طلعتش لا مش هينفع لازم او اجيب مثلا نبات ظل احطه في شمس واقول ده تعب لا هيتعب طبعا. وله نسبه اضاءه معينه ثلاث ساعات ساعتين كده يعني ويس. فبالنسبه للحاجات اللي هي الخضار طبعا تتزرع في اي مكان وبنجهز لها احواض بتاعتها لان هي برده عمقها ما بتحتاجش عمق كبير يعني من 20 ل 30 سم بس تربه يتزرع فيها الجدر يشتغل في الجزء ده. طيب النعناع والحاجات اللي انا بعتمد عليها بشكل يومي يعني النعناع من الحاجات اللي بتدبل بسرعه جدا. فانا ممكن احتفظ بيه ازاي؟ يعني انا بعد ما خلصت ان انا زرعته وخلاص قطفته موجود عندي بقى احتفظ بيه ازاي لكذا يوم؟ للنبات نفسه نبات يعني خلاص انا شلته خلاص قطفته اللي بعد القطف يعني. ايوه والله في ناس بتحطه في برطمانات ازاز وتقفله يا تغسله كويس جدا وتحطه في برطمان ازاز ومحكم الغلق. تحطه في الثلاجه بيحتفظ بتلفه بفوطه تكون مبلوله شويه او في رطوبه حواليه يعني يكون له رطوبه حواليه مش هنقول بقى ورق جراد عشان برضو بيبقى فيها لا ما ينفعش الورق اللي هو بتاع المطبخ الكلينكس دوت يتلف برضو يكون يعني اهم حاجه يكون في رطوبه. في ناس بتغسله بقى خالص يبقى فيه نسبه رطوبه فيه وتحطه في برطمان وكان بيقعد حوالي 10 ايام زي طب الروز ماري والزعتر الطازه ده ممكن احتفظ بيه فتره ولا ده لازم استعمله ساعتها؟ فرشه على طول الكزبره الخضراء ده على طول لا يعني ما يفضلش ما دام عندنا مكان واحنا يعني احنا حاطينه زارعين خلاص ناخد فرشه على طول. التاني بقى ده احنا بنشتري جاهز على طول. طب ايه تاني غير الفاصوليا غير الطماطم غير الخيار والفلفل والباذنجان والكوسه كل الحاجات دي سهله جدا انها تتزرع في البلكون سهل. انا زرعتها كتير الكميات جداً. بتفرق ولا انا يعني بزرع على قد اليوم اللي انا محتاجاه بقى؟ لا انا بزرع مكان حد رايق جدا بزرع لا ما هو النبات ده بيكون مش كله بيطلع في وقت واحد يبقى في زهره النهارده ما فتحتش وفي زهره فتحت من يومين كده يبقى في يعني ثمره كبيره طولها مثلا 7 سم 8 سم في لسه زهره صغنونه لسه هتكبر فبجمع النهارده مثلا يعني جزء من الثمار شوف انا يعني استهلاكي قد ايه النهارده وبناء عليه ازرع اخد اللي انا عايزه بس واللي هطلع لي ثاني يوم نباتات ثانيه ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا دكتور شريف هلال استشاري وخبير زراعي شكرا جزيلا لحضرتك وهنروح